نتكلم شويه عن ما بعد حديث فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي عن افتتاح مصنع لتصنيع الادويه من البلازما. طبعا دي حاجه بالنسبه لواحد زي حالاتي اكيد مش فاهم التفاصيل دي وبتبقى صعبه عليا حبتين. وعليه ارجع هنا لدكتور هاله عدلي رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب لشركه خدمات الدم بالمصل واللقاح سابقا. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا. يعني ايه تصنيع الادويه من البلازما؟ انا اعرف ان البلازما مكون رئيسي في الدم. تمام. بيتصنع منها ادويه؟ ايوه. طب فهمينا اكتر يا فندم وقصه المصنع ده ايه؟ قصة المصنع ده أولا الأدوية اللي بتصنع من البلازما بنسميها أدوية منقذة للحياة Life Saving Product، منها الألبومين. الألبومين ده المفروض الكبد هو اللي بيعمله نتيجة خلل في الكبد، ممكن ما ينتجش بس لازم الجسم ياخده. حلو. منها الـ IVIG ودي حقن الأجسام المضادة للأمراض المناعية. منها فاكتور 8 او معامل 8 ومعامل 9 اللي بيعالجوا مرضى الهيموفيليا، ودول للاسف بيصابوا بنزيف مستمر نتيجه نقص في جين التجلط ممكن يؤدي للوفاه. بياخدوها طبعا الحرائق اللي عندهم اللي بيتعرضوا للحرائق، اللي بيغسلوا كلى، يعني هي ادويه زي ما قلت لحضرتك ادويه منقذه للحياه. بيتم تصنيعها من البلازما اللي هي احد مكونات الدم. الأدوية دي بيتم استيرادها بالكامل من الخارج. الحقيقة احنا كان عندنا مصنع زمان كان ضمن خطة إعداد الدولة للحرب، كان عامله الجيش المصري قبل حرب 73، وده كان موجود في المصل واللقاح، وتم إغلاقه عشان يتطور شأنه شأن أي حاجة في الدولة لما بيطرق عليها تطوير، بس نتيجة للظروف الاقتصادية بتاعت الشركة توقف التطوير وتوقف لسنوات يعني. أوكي. الحقيقه لما انا جيت اشتغلت في المكر واللقاح حبيت اعيد الماضي تاني، ولانه مشروع استراتيجي، ولان ما فيش عندنا هم اكبر دولتين بتنتج المنتجات دي امريكا والمانيا وفي فرنسا وفي كوريا دلوقتي، لكن احنا ما عندناش في منطقه الشرق الاوسط والدول العربيه غير ايران واسرائيل. فاحنا حطينا هذا المشروع كحاجه استراتيجيه لانه بنعتبره امن قومي. عدم وجود هذه المستحضرات تؤدي الى الوفاه، عشان كده بقول هي ادويه منقذه للحياه. طبعا. الحقيقه تم وضع هذا المشروع هو على مرحلتين. المرحله الاولى بيتم انشاء مراكز لتجميع البلازما، مش الدم بس عشان الناس حصل لها شويه لخبطه امبارح. ايوه. أنا ما باخدش منهم الدم، أنا باخد البلازما، بيتحط المتبرع على جهاز لفصل البلازما، باخد منه البلازما برجع له كرات الدم الحمراء، عشان كده ده كان كلمة الرئيس امبارح إنه يقدر يتبرع كل أسبوع أو كل أسبوعين. وبالتالي البني آدم مش هيتعرض لأنيميا ولا فقر دم ولا كلام ده. يا فندم أنا برجع له كرات الدم الحمراء. خلاص كده يبقى الحمد لله، يعني سيف بروسس زي ما بيتقال، عملية آمنة. هي تركت بقى عدد المرات في القواعد العالميه او الجايد لاينز العالميه، تركت لكل بلد تحددها، يعني في المانيا بيبرعوا كل اسبوع، في امريكا كل اسبوعين، دي حاجه ناشونال جوه البلد نفسها تحددها، مالهاش علاقه بالقواعد الجامعه العالميه. حلو. ده كده بخصوص عدد المرات. طيب وبخصوص السن؟ وبخصوص السن؟ بخصوص السن زي الدم بالظبط، لازم يكون من 18 ل 55 سنه، يكون مع كتله الدم وزن كتله الجسم 30، زي التبرع بالدم، بس الدم انا بتبرع كل 3 شهور لان انا باخد كرات الدم الحمراء. وخلينا نفرق ما بين البلازما اللي انا بخرجها من الدم اللي بيتبرع بيه، دي بلازما علاجيه ممكن انقلها كبلازما بس للمريض. بلازما التصنيع لازم تتم عن طريق جهاز فصل البلازما اللي انا باخد البلازما وارجع لها كرات الدم، ده حاجه وده حاجه ثانيه خالص. طب ده شيء عظيم. خليني ارجع لنقطه ثانيه برضه عشان حصل لخبطه فيها، وهي ان البلازما مدفوعه الاجر. البلازما ايه؟ لازم المتبرع البلازما بياخد مقابل، هذا المقابل ليس بيع البلازما بتاعته. أيوه. لان ممكن على فكره البلازما بتاعته وانا بحللها ما تنفعش وارميها. اوكي. تمام؟
لكن هي الجايد لاينز العالميه بتقول ان هذا المتبرع جالي لغايه المركز بدل انتقال، انه خد مواصلات وجالي وهيروح تاني، وان هذا المتبرع ساب شغله لان بره بتتحسب بساعات العمل. وانا انا كمتبرع ليا حريه انه انا مش عايز هذا المبلغ، يعني اقول والله يا جماعه شكرا انا يعني حالتي الماديه افضل من ان انا استقبل منكم هذا المبلغ فانا تمام، بل بالعكس استخدموه يمكن يبقى مفيد في ابحاث اخرى، مش كده؟ تمام. ليا بس في حاجه بقى، لا ثانيه واحده، حضرتك متبرع البلازما برضو عشان المواطن يبقى عارف، هو متبرع مستمر، بنقول عليه منتظم ومستمر، ريبيتد ريجولر. لو واحد عابر سبيل زي الدم كده اتبرع مره ومشي، الكيس ده بيترمي. يعني لازم اروح بقى على طول، يعني مثلا مره كل اسبوع او مره كل شهر على حسب ما انتوا هتقولوا لي. بس ليه بقى؟ لانه اولا بيتعملوا تحليلات لكل جميع انواع الفيروسات، لانه لازم يبقى متبرع صحيا، يعني طبعا لازم المتبرعين يبقوا اصحاء، طبعا ما عندهمش اي نوع من انواع الفيروسات، لان البلازما دي بتتجمع على مدار سنه او سنه ونص، بتتجمع في ظروف او درجات حراره ناقص 20 او 22، بعد كده بتتاخد تسافر الى البلد اللي انا تعاقدت معاها المصنع، واحنا تعاقدنا في مصر الحمد لله مع مصنع اسباني، حلو، والشركه موجوده في مصر وبدات انشاء المراكز فعلا. طيب عظيم. بعد يعني ما المرحله دي احنا كده في المرحله الاولى، يعني حلو جدا. المرحله الثانيه ان انا هتبقى المراكز بتاعتي كلها، مش هحتاج بقى ان انا اسافر، الحاجه بتاعتي هتبقى موجوده هنا في مصر، مش هحتاج ان انا ابعت حاجه لاسبانيا، صح؟ في هذا التوقيت في خلال 4 أو 5 سنين يكون تم انشاء المصنع بنفس التكنولوجيا الاسبانيه اللي انا تعاقدت مع الشركه عليها، وابدا اصنع عندي في مصر. وكمان في حاجه مهمه كمان، أيوة، اني انا هبقى ده هيبقى مصدر، يعني مصدر للعمله الصعبه، لان انا هيبقى في حاجات عندي اكتر من احتياجاتي ممكن اصدرها، يعني هيكفي احتياجاتي وكمان اقدر اصدر، زائد ان في مكونات في البلازما كتيره جدا موجوده، سبحان الله ربنا خلق حاجات كتير جدا، انا ما عنديش الامراض ليها، ممكن اديها لبلد اخرى عندها قد هذا يكون المرض. لديها هذا الاحتياج. ربنا يا رب يوفق باذن الله. اشكرك جدا دكتور هاله عدلي، رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب لشركه خدمات الدم بالمصل واللقاح. سابقا استاذنكم نطلع.